السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا اتفضل. شيخ، الحمد لله بخير. بقول لك يا شيخ، بس كنت عايز أسألك سؤال. هو أنا رضعت من مرات عمي، نعم، رضعت من مرات عمي وأنا صغير، يعني رضعت من زوجة عمك. أيوه وأنا صغير، فهل بنات أكون أخواتي في الرضاعة؟ بناتك؟ بناتها هي أبناء عمي، يعني أخواتي من الرضاعة. رضعت وأنت كم سنة؟ كم عمرك؟ وأنا صغير يعني، ممكن مش عارف بصراحة، بس يعني كانت رضعة مستعجلة. قبل سنتين ولا يعني قبل أن تبلغ؟ أيوة قبل سنتين. قبل سنتين رضعت من زوجة عمك. قبل سنتين رضعة مشبعة. على رأي الجمهور هم أخواتك من الرضاعة، في من يخالف بسبب عدد الرضعات، في من يخالف بسبب عدد الرضعات، لكن الجمهور يقولون رضعة واحدة تحرم. حنبلة يقول ثلاث رضعات، والشافعي خمس رضعات، لكن الجمهور على أن الرضعة الواحدة تحرم. وراجع فتوانا على اليوتيوب فيها تفصيل أوسع. يعني انا يا شيخ معلش، وانا عايز فتوى، يعني فتوى تكون يعني هنا يحرم علي ولا لا؟ أصبر. لا يحرم. لا تتزوجهن، اما ناخذ لك بالاحتياط في الجانبين، لا تتزوجهن، هذا شيء من ناحيه الزواج. من ناحيه الخلوه بهن، ممكن يقول لك شخص لا تخلو بهن لانه اخواتك من الرضاعه. عفوا، ممكن شخص يقول تخلو بهن لانه اخواتك من الرضاعه. فخذ بالأخذ في الجانبين. السلام عليكم.